مبادرة مميزة في قمة الكأس تشهد تكريم أبطال المواي تاي علي الكناني ومصطفى التكريتي. مشاهد. كواتن نبارك لكم الإنجاز، أبطال المواي تاي اليوم حاضرين في مباراة القوة الجوية الشرطة، حدثونا عن الإنجاز وعن الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد الحمد لله والشكر مشاركتنا بطولة العالم مباراة الفاينل 2023، الحمد لله والشكر حصلنا على ميداليتين ذهبية، اثنين فضية وثلاثة برونزية، وهي بطولة العالم 2023 تعتبر واحدة من بطولات العالم اللي تحدث التالي، والحمد لله والشكر يعني وفق. علاود حبيبي الكابتن احمد، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر، اليوم تلقينا دعوة تم كابتن حد نادي الرجال، كانت بطولة العالم كلش قوية بطول 2023، مشاركة فيها 102 دولة، الحمد لله صارت منافسات قوية وقدرنا نحصل انجاز ذهب وفضة وبرونز، وان شاء الله هذا مو جديد على الشعب العالي احنا كلاعبين منتخب، وان شاء الله القادمة.